بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد. أعزائي طلبة الصف الرابع، نتناول اليوم بإذن الله الدرس الثاني وعنوانه الدستور. علينا أن نعرف في هذا الدرس ما المقصود بالدستور، ولماذا يجب علينا أن نلتزم بالدستور، وما هو مكونات الدستور. أولا، تعرفنا في الدرس السابق على مفهوم الدولة مكوناتها. في هذا الدرس سنقرأ الحوار الآتي ومن ثم نتعرف على مفهوم الدستور. الأب: أسرع يا خالد، عليك أن تصل المدرسة قبل بدء الاصطفاف الصباحي. خالد: هل تبدأ المدارس جميعا اليوم الدراسي بالاصطفاف الصباحي؟ الأب: نعم يا بني، فهناك نظام تلزم المدارس بتطبيقه، مثل تحديد زمن الحصة وأوقات الاستراحة ولبس الزي المدرسي. خالد: من الذي يضع هذا النظام؟ الأب: تضع وزارة التربية والتعليم هذا النظام الذي ينظم أحوال المدارس وشؤون الطلبة، فهي التي تملك السلطة في ذلك. خالد: إذا كانت المدرسة وهي جزء صغير من مملكتنا الأردنية الهاشمية تحتاج إلى نظام لتيسير شؤونها، فكيف تنظم شؤون الدولة؟ الأب: الدستور الأردني هو الذي ينظم شؤون الدولة يا بني. خالد: وما الدستور يا أبي؟ الأب: الدستور هو وثيقة أساسية تحدد نظام الحكم في الدولة، ينبثق عنها مجموعة من القوانين تنظم حقوق المواطنين وواجباتهم. في هذا الحوار يدور بين الأب والولده عن أهمية مثلا الالتزام بالطابور الصباحي، في هناك مثلا قوانين معينة تلتزم بها المدرسة، هذه القوانين تعد دستور للمدرسة. فوطننا الأردني الهاشمي، دولتنا الأردنية الهاشمية، في هناك دستور ينظم الحكم فيها، ينظم شؤونها. فبالتالي خلينا نتعرف على الدستور، مهمته هو تنظيم شؤون الدولة. مهمة الدستور تنظيم شؤون الدولة. آخر 3 أسطر من الحوار مهمة جدا. خلينا نتعرف على الدستور، وثيقة أساسية. هاي الوثيقة الأساسية ماذا تحدد؟ تحدد نظام الحكم في الدولة. ماذا ينبثق عنها؟ مجموعة من القوانين. يعني ما هو الشيء الموجود في الدستور؟ هو قوانين. هذه القوانين ما هي مهمتها؟ تنظيم حقوق المواطنين وواجباتهم. من الحوار السابق المهم في آخر 3 أسطر. خلينا نشوف مع بعض حقوق المواطن في الدستور الأردني. يشمل الدستور الأردني على مواد تتعلق بحقوق المواطن التي يكفلها القانون، ولا يجوز حرمان المواطن أيا منها. ما هي حقوق المواطن في الدستور الأردني؟ السؤال على هذه الفقرة، ما هي حقوق المواطن في الدستور الأردني؟ أول حق من حقوق المواطن في الدستور الأردني الانتخاب، وإحنا بنعرف كلنا ما هو الانتخاب، إن الجميع مثلا المجتمع يصوت أو يرشح شخص معين ينوب عنه أمام الحكومة ويوصل صوته إلى الحكومة. أيضا الإقامة والتنقل، أي مواطن له الحرية وين ما يحب بيكون مكان سكنه، أيضا وله حرية التنقل. ومن ثم التعبير عن الرأي، لكل شخص حرية التعبير عن رأيه، ولا يجوز أخذ هذا الحق من أي مواطن. أيضا التعليم، وأيضا جعل الأردن التعليم إلزامي للمراحل الأساسية، فالتعليم هو حق من حقوق المواطن. 4 حقوق كفلها الدستور للمواطن: انتخاب، تعليم، إقامة وتنقل، وتعبير عن الرأي. خلينا نتعرف كيف تطور الدستور في الأردن، ما هي مراحل تطور الدستور في الأردن. أولا علينا أن نعرف تأسست الدولة الأردنية متى؟ عام 1921. بماذا عرفت؟ عرفت بإمارة شرق الأردن. من كان أميرها؟ كان أميرها عبد الله الأول بن الحسين، أصدر أول دستور للدولة. من هو الملك الذي أصدر أول دستور للدولة؟ هو الملك عبد الله الأول ابن الحسين. مهمة جدا، من هو الذي أصدر أول دستور للدولة؟ عبد الله ابن الحسين. ما هي أهمية هذا الدستور؟ ينظم شؤونها. بماذا كان يسمى قديما؟ يسمى بالقانون الأساسي. في اليوم 25 من شهر أيار عام 1946 للميلاد أعلن الاستقلال، استقلت الأردن، أصبحت إمارة شرق الأردن تسمى المملكة الأردنية الهاشمية، ونؤيد بالأمير عبد الله بن الحسين ونودية،
ونودي بالأمير عبد الله بن الحسين ملكا على البلاد. الإشي لازم نعرفه هون إنه بالبداية كان الدستور اسمه القانون الأساسي، أول من أصدره هو عبد الله الأول بن الحسين. بعد ما استقلت الأردن عام 25 5946 أعلن استقلال الأردن، أصبحت الأردن مملكة أردنية هاشمية مستقلة، لا يمكن لأحد أن يتدخل في قوانينها وشؤونها وأحكامها. ونودي بالأمير عبد الله بن الحسين ملكا، هو كان أمير. وفي عام 1947 أمر جلالة الملك عبد الله الأول ابن الحسين بإصدار دستور جديد للمملكة الأردنية الهاشمية. ولما جاء المغفور له بإذن الله الملك طلال بن عبد الله وضع دستورا جديدا للبلاد من أجل تنظيم شؤونها. لما أجى الملك طلال وضع دستور جديد، وما زال يعمل بهذا الدستور إلى يومنا الحالي. أول شيء عندنا 4 مراحل للدستور، اولا كان اسمه القانون، وضعه الامير، بعد هيك استقلت عندي الاردن اصبحت مملكه، والمملكه ونودي ووضع لهذه المملكه دستور. بعد هيك قام جلاله الملك عبد الله الاول باصدار دستور جديد عام 1947، ولما تولى الحكم الملك طلال بن عبد الله وضع دستور جديد للبلاد من اجل تنظيم شؤونها. لماذا يعني كل امير يجي مثلا بيغير على الدستور، او مثلا بيطوره، او بيعمل لنا دستور جديد؟ لان احنا بنعرف انه الزمن بيتغير، الوقت بيتغير، فبالتالي يجب أن يكون في مرونة في هذه القوانين، يجب أن يكون هذه تناسب بيئة المجتمع المحلي. بالتالي دستورنا يجب أن نلتزم به، يجب أن نلتزم بالقوانين الموجودة به، بالأحكام، بالحقوق. وبالتالي في أي مكان يجب على الإنسان أن يلتزم بدستور المكان المقرر له. مثلا في المنزل في قوانين معينة، في المدرسة في قوانين معينة، فبالتالي يجب علينا أن نلتزم بها. لماذا؟ لأن هذه القوانين تنظم حياتنا، تجعل حياتنا مرتبة وجميلة. طلابي شكرا لحسن استماعكم، بتمنى منكم حل أسئلة الدرس على الدفتر. بشوفكم على خير وسلامة.